فرحان بزاف انني نحضر لهذه المقابله الكبيره بحضور هذا الجمهور الكبير تبارك الله، جمهور الوداد البيضاوي اللي كنتمنى ان شاء الله اننا نفوزوا في هذه المقابله ونضمنوا التاهل ان شاء الله، وانا واثق في هذه اللعابه ان شاء الله غادي يجيبوا الرباح ان شاء الله. شنو كتقول لهذه اللعابه ولا الجمهور هذا اللي كنقول للجمهور تبارك الله عليكم، لا جمهور الوداد لا جمهور الدراجة، الجمهور المغربي بصفه عامه، جمهور يشرف الكره المغربيه تبارك الله. هاد الصور وهاد تبارك الله هاد لي تيفو وهاد الجو الحماسي الكبير ما كتلقاه غير عند الجمهور المغربي صراحه. الحمد لله فرحانين فوز الوداد، كنشكر جميع اللاعبين لعبوا بقتالية وروح كبيره وديما وداد. الماتش اليوم كان زوين صراحه، اللعب داروا اللي عليهم، وشكرا الجمهور الواعر اللي كان اليوم يعني وديما وداد. كنقولوا اللعابه ديروا اللي عليكم وباقي علينا، وتلقاونا معاكم بقا تلعبوا في البحر ان شاء الله. الحمد لله كما شتي كان عرس كروي، الحمد لله اللعبه فرحونا ما خيبوناش، كما تشوف الجمهور كان عامر حشومه يخرج الجمهور خايب، والحمد لله اللعبه وشكرا لهم بزاف على القتاليه ديالهم، وان شاء الله اللي جاي احسن والعزاء الحاقدين. اشترك الان في قناه اشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.